كان عنده عوده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا تنزل خيطك، خيطك ارفعه، ارفع خيطك. شغل صعيدة اليوم ها؟ نعم احنا نزيم الاول. دوك ارفع 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 كان جاي بتوطر. مشكلة خيط رفيع المفروض ولا هاي ما نعطي مجال على طول. يا ريت نحن ما نكمل يا دقيقة بس بالعادة. والله ارفع خيطك يا عم، ارفع خيطك يا حبيب. وخر 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 والله كفو. حلو اسلم، لو خيطك لمس البوت مع السلامه. ها